أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن العلاقات البحرينية الألمانية تواصل التطور والنمو، يدعمها ما تحقق على صعيد الشراكة والتعاون المثمر في كافة المجالات. وأشار سموه إلى ما يشهده العمل الثنائي بين مملكة البحرين والجمهورية الألمانية الاتحادية الصديقة من نمو مستمر على كافة الأصعدة. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله اليوم في قصر القضيبية بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة السفير كليمانس أوغستينوس هاج السفير جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة لدى مملكة البحرين، حيث رحب سموه بالسفير الألماني بمناسبة تعيينه سفيرا لبلاده في المملكة متمنيا له التوفيق والنجاح في مهام عمله الدبلوماسي في المملكة. وأشار سموه إلى أهمية مواصلة العمل على تطوير مسارات التعاون والتنسيق المشترك بين مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية والدفع بها لمستويات أرحب بما يلبي الأهداف والمصالح المشتركة. وجرى خلال اللقاء استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشة مختلف المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. من جانبه أعرب السفير الألماني عن شكره وتقديره لما يوليه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من حرص واهتمام بتعزيز أواصر العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين والدفع بها نحو آفاق أرحب.